بقى الحكايه دي، بس قول لي ليه واحنا بنتكلم عن الاسماء اللي حضرتك طبعا يعني كان ليك ايدين بعد ربنا انك تطلعها، ليه قلت انا زعلان قوي على صالح؟ صالح لان انا توقعت له مستقبل كبير جدا. انا صالح من ضمن الناس اللي هم طلعتهم في جيل الشباب في امبي، هو وكهربا وكان احمد رفعت. هو وكهربا احمد رفعت الزمالك وامبي الاول يعني امبي. امبي اه طبعا. الثلاثه دول كان من ضمن الولاد الصغيرين، كان معاهم اسامه ابراهيم الباك رايت. اه كان معاهم اسامه ابراهيم، ودول كانوا في بيمثلوا منتخب اولمبي ومنتخبات الشباب، منتخبات الشباب خاصه على كانوا ودول مع حضرتك في امبي الثلاثه دول. ودول من الولاد الصغيرين اللي هم كانوا واعدين لامبي الصراحه، وانا كنت مطلعهم وبمهدهم بشكل كبير جدا. منهم صالح لما رجع كان من الاولمبيات اعتقد وراجع يعني مادي بشكل كويس جدا، مصر كلها بتتكلم عليه. وبعدين لما اتخذ القرار ان هو يروح نادي الاهلي من نادي انبي، انا توقعت له صراحه مستقبل كبير جدا. هو الولد يعني ما شاء الله يعني عنده تالنت كبير جدا، لكن للاسف الموهبه ديت محتاجه منك كلاعب تضحيات كبيره جدا عشان تقدر تحافظ عليها. منك كلاعب يعني تشتغل، شوف احنا بنتكلم على وليد صحيح وبدا من الصفر وفي الاخر هو ايه النهارده. تمام يعني وليد ما بداش البدايه بتاعت صالح. ما راحش منتخبات لا شباب ولا اولمبي ولا اتسلط عليه الاضواء. بدايته كانت قويه. انا فاكر قوية كلمه كان كابتن مدحت شلبي بيقولها على صالح، يا معلم يا ابن المعلم. ده في الاولمبياد. تمام. ف انا ذات نفسي كنت راسم له ان هو طريق تاني، يعني هيبقى من اللعيبه المؤثره في مصر مش في النادي الاهلي بقى، لما راح خطوه النادي الاهلي. ويمكن انا قلت له، جمعتني بيه لقاء شخصي كان جاي انبي وكان مع كابتن حسام وما كانش بيلعب، كان كابتن حسام من بدري هو المدير الفني. قلت له يا صالح لازم تتعب على نفسك عشان ترجع لصالح اللي انا عارفه، وانت في نادي ممكن تحقق معاه مكاسب كبيره جدا على الصعيد الشخصي والصعيد الدولي ومساندات اعلاميه، فما تخسرش المكان اللي انت فيه. لكن المشكله في العقليات. عقليه طموحه واللي عاوزه تجتهد واصرار على النجاح. يعني شوف احنا بنتكلم على شخصيتين متناقضتين، وليد وصالح. ينفع في الوقت ده انك تقدم له نصيحه ما أنا ولا ما بقاش الوقت؟ لا ممكن ده اولا سنه صغير يعني يتيح له. تقول له ايه؟ لازم يراجع نفسه بشكل كبير جدا، لان هو انا صعبان عليه موهبته. لعيب جيد جدا انت بتتمناه كاي مدرب يتمناه، لكن بدون اصرار وبدون مساعده من اللاعب للمدرب، عبر مدرب ما يعني احنا كمدربين كابتن هاني يقول لك بنقدم المساعده بس محتاجين اللاعب يساندنا في المساعده دي. هو اللاعب لو ما ساعدش نفسه يبقى ما فيش. انا هفضل اساند لحد امتى؟ ما انا برضو في الاخر لما بساند ليا حدود. فالمشوار اللي هيبتديه هو صالح لو عاوز يرجع، وانا شايف ان حتى يعني ان كانت البدايات ممكن تكون مش جيده، لكن النهايات ممكن تكون جيده لو رجع. ده حقيقي، ده حقيقي. انا اتفق معاك تماما. العبره بالنهايات يعني طبعا. لا بص حضرتك، هنا الناس الشعب المصري شعب عاطفي وبيحب الموهبه. بمجرد ان صالح انا شفته في النادي الاهلي لما كان بيخوض، يعني انا ما ينبغيش انا كمدرب ان انا اخوض مع لاعب ان تخسس نفسك، او انا اقول لك اراجعك في وزنك او اراجعك في الحياه اليوميه بتاعتك. انت لعيب محترف عندي لازم تكون ملتزم، عشان انا النادي بيتطلب مني مسؤوليات كبيره جدا على صعيد النتائج وعلى صعيد المشاركات، وفي منافسه كبيره جدا، وانا لوحدي او انت لوحدك؟ لا، ده في مكانك في اتنين تلاته وانت كمدرب يعني بتمحص وبتشوف عشان تطلع افضل واحد فيهم عشان يلعب اساسي، عشان هو اللي يبقى الستارت. فانت لما كنتش هتساعدني وتديني ان انا اساعدك فانا شفت ان هو في الفتره الاخيره لا، صالح اثر مع نفسه وفقد فرصه كبيره جدا للتالق في الثبات في النادي الاهلي والثبات منتخب مصر. لان انا شفت لو تتذكر هاني ان لما عبد الله سعيد بس قل شويه كان هو المرشح رقم واحد في مكانه. مش كده؟ صحيح كان مرشح رقم واحد. صحيح. ف
فقد الفرصة دي بشكل كبير. لكن ما فيش شك البني آدم ساعات كتيرة جدا بيمر بالمراحل دي، لكن المهم المراجعة، أنا عاوز أرجع ولا مش عاوز أرجع، عاوز أرجع تاني للصف وأرجع تاني من بعدين. النهاردة معلش يعني خلينا نتكلم بواقعية، كرة القدم النهاردة أنت بتسمع النهاردة 100 مليون في اللاعب. أنا مجدد في التسعينات في نادي الاتحاد 3 سنين ب 13,000. والله 13,000 الزمن غير الزمن. 3 سنين. لا ما انا بقول لك انت بتتكلم لو انت يعني انت لازم تستثمر الوقت اللي انت قاعد فيه. أيوة. ده مستقبلك مستقبلك النهارده. كرة القدم بتنقل طبعا، مش بتنقل بقى هو شخصيته شخصيا اللاعب، بتنقل عائلات طبعا، عائلات وتؤمن مستقبل طبعا. كرة القدم النهاردة بتأمن مستقبل، موسم بيأمن مستقبل طبعا. موسم بيأمن مستقبل يعني ما شاء الله. الأموال اللي بتضخ في كرة القدم النهاردة اقتصاديات، فأنت لما كنتش هتستثمر نفسك، أنت نفسك دلوقتي أنت رأس مالك.